بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لكم وحش والله الحمد لله الذي جمعنا بكم. أدعو الله تبارك وتعالى أن يستعملنا وإياكم دائما في نصرة دينه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ما زلنا مع عقيدة أهل السنة والجماعة في مسائل الإيمان والكفر. يعني كنا انتهينا في اللقاء السابق من مسألتين، الأولى عن قول أهل السنة والجماعة الإيمان قول وعمل، والثانية أنه يزيد وينقص. وكما اتفقنا عبارة عن أسئلة وإجابات مختصرة جدا حتى نستحضر الموضوع، وحتى يعني نربط المعاني ببعضها لأهميتها. قلنا سنضع على كل حلقة ماضية بعض الأسئلة كملخص للحلقة وتأكيد على أهم العناصر فيها. السؤال الأول: ماذا تعني عبارة أهل السنة الإيمان قول وعمل؟ قلنا يعنون بهذه العبارة يعني قول وعمل، قول القلب قول اللسان، والعمل عمل القلب وعمل الجوارح والأركان. وبعضهم قال العمل عمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح، والأشهر أن يجمع عمل اللسان مع عمل الجوارح. وهذه يعني معاني اصطلاحية لا مشاحة فيها يعني، لكن هذا للتذكير. أما السؤال الثاني: يذكر معنى قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح، إيش المعنى يعني الشرعي بعد هذا التفصيل؟ قول القلب قلنا الاعتقاد والتصديق والإقرار واليقين والمعرفة، كلها معاني مترادفة، الخلاف بينها يسير. هذا قول القلب: اعتقاد، تصديق، إقرار، يقين، معرفة، كلها في الحقيقة تؤدي إلى معنى واحد. قول اللسان قلنا النطق بالشهادتين. لكن مسألة ضمن هذا التعريف: يصح أن تقول يكفي الشطر الأول من الشهادتين، ولكن متى يكفي أن يصح إيمان العبد بالشطر الأول من الشهادتين؟ حينما لم يعلم ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم ونطق بأشهد أن لا إله إلا الله، هذا يكفيه كأصل من أصول الإيمان عنده. لكن متى بلغه بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لزمه أن يقول، وإلا لا تنفعه الشهادة الأولى التي ذكرها. إذا انتبه لهذا المعنى. أيضا عمل القلب يعني أشرنا إليه في مرات عديدة، لكن للتذكير والتأكيد: كالنية، الإخلاص، الخوف، الرجاء، الحب، اليقين، الشكر، الصبر إلى آخره. هذا هو معنى عمل القلب. ولكن انتبه، الفرق طفيف بين قول القلب وعمل القلب، حتى ينتبه البعض، لأن البعض قد لا يحسن فهم هذه القضية. يقول لك إيش الفرق بين قول القلب وعمل القلب؟ قرار ومعرفة وتصديق ويقين، هذا هو القول. العمل حب وخوف ورجاء وإخلاص وشكر والعضياض على اليقين. طيب إيش الفرق؟ الفرق طفيف جدا، لكن مهم للغاية، لأن هذا أصل في الإيمان، وهذا أصل في الإيمان كما سيأتيك في التفصيل. فحينما مثلا أقول أن قول القلب شيء وعمله شيء زائد عليه، يعني أنا مثلا أقول أنا أعتقد أن هذا الشخص
أحمد، إذا هذا قول القلب، لكن كوني أنا أحب أحمد هذا شيء زاد عن الاعتقاد أنه أحمد ولا غير زائد؟ زائد علي. إذا أقول هذا أحمد، هذا اعتقاد ومعرفة أن هذا أحمد، لكن أنا أحب أحمد، إذا هذا إيش؟ شيء زائد. العكس، لأن العكس الحب البغض. لو قلت أنا أبغض فرعون، أو أن فرعون مثلا كذا، بداية أن فرعون مثلا كافر، الزيادة على إقراري بكفره أنني أبغضه لهذا الكفر، يبقى شيء زائد ولا مش زائد؟ زائد، واضح. جزاكم الله خير. طيب، عمل الجوارح، وعلى القول الأسهل والأيسر لنا في الحديث، وما هو عمل اللسان، يعني هذا لعله كثير ومحفوظ ومعروف لنا جميعا، الصلاة، الحج، الصوم، الجهاد، تشيع الجنائز، عيادة المرضى، بذل المعروف من ذلك، يعني أمر معروف، نهي عن المنكر، قراءة القرآن، الدعاء، الحلف، كل هذا يدخل في أعمال الجوارح ما بينه وبين اللسان كما قلنا. طريفة أشار إليها الشيخ في الفصل السابق، أن الصلاة، وهذا مما يعني يتكلم فيه كثير من السلف، أنها من جملة ما ميزت به، أنها غالبا جمعت أغلب أجزاء الإيمان في طياتها. انتبهوا، فيها قول القلب، وفيها عمل القلب، وفيها قول اللسان، وفيها عمل الجوارح، صح ولا لا؟ فيها النية، ماشي، وفيها الإقرار، وفيها النطق بالشهادتين، وفيها الحب والخوف والرجاء والخضوع والإخبات والإقبال، وفيها الذكر وهو من أعمال اللسان، فيها قراءة القرآن من أعمال اللسان، وفيها أعمال الجوارح زي القيام والركوع والسجود، مش كده؟ يعني هي ميزت بهذا المعنى العظيم. لماذا لم ندخل قول اللسان في عمل اللسان؟ عدول الله. طيب، ما النطق بالشهادتين مش من عمل اللسان؟ من عمل اللسان، لكن لماذا أخرجناها وجعلنا قول اللسان منفصلا؟ لأن قول اللسان أصل من أصول الإيمان، لا يصح الإيمان إلا بهما، البوابة للدخول. ولأن من ترك قول اللسان مع القدرة عليه يكفر، يعني ما يدخل في الإسلام أصلا، ماشي؟ يعني واحد يقدر على النطق بالشهادتين ولم ينطق، أبى، استكبر، تعمد إلى آخره، يقول هذا لم يدخل في الإسلام أصلا، ماشي؟ لكن واحد ترك عمل من أعمال اللسان، ترك الأمر المعروف عن المنكر، يكفر؟ لا، يأثم بضوابط ذلك. واحد مثلا ترك الذكر، يأثم بضوابط ذلك إلى آخره. فنفرق بين المعنى، ولذلك لم ندخل هذا في ذاك. هذا السؤال أقصد به يعني الانتباه حتى تستحضر هذه المعاني وأنت تستذكر الدرس. ذكرنا في المسألة الثانية أن الإيمان يزيد وينقص بالكيف والكمية، مش كده؟ ممكن يجي لك سؤال لك وضح ذلك، عايزين نعرف. أنت قلت أن أهل السنة يقولون الإيمان يزيد وينقص، عايزين نعرف يزيد إزاي في قول القلب وينقص، وإزاي يزيد في قول اللسان وينقص، مع أنها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، كيف يزيد وكيف ينقص؟ ماشي، كيف يزيد وينقص في أعمال القلوب، الحب والخوف والرجاء، إزاي يزيد وإزاي ينقص؟ ماشي، كيف يزيد وينقص في أعمال الجوارح، أعمال اللسان كما قلنا. هذا معتقد أهل السنة والجماعة، هذا أصل لابد أن يكون عندك حاضر، لكن الكيفية اختصرت لك بعض الإجابات حتى تكون حاضرة عندك. مثلا زيادة الإيمان بالكمية في قول القلب، قيل بزيادة ما يعلمه الإنسان، فكلما علم شيئا لم يكن يعلمه ازداد إيمانه، ازدادت معرفته، وهذا معنى عظيم جدا يؤكد أن هذا للزيادة. لأن بعض العلماء يقولون إيش، والناس يتفوتون في ذلك، الناس يتفوتون في قول القلب في الإقرار والمعرفة،
بزيادة المسائل بزيادة المعرفة تزداد. ولذلك قالوا كيفية التصديق وكميته تختلف من عمل إلى عملين إلى ثلاثة إلى أربعة. يعني واحد يعني مثلا عارف مسألة والآخر زاد عليها مسألة والآخر زاد عليها ثالثة والآخر زاد عليها ربعة، لا شك يتفوتون ولا لا يتفوتون؟ يتفوتون، لأن هذا يؤدي إلى زيادة التصديق واليقين. وأما زيادة قول القلب بالكيفية قالوا تكون بزيادة اليقين، والتي تحدث غالبا بتظاهر الأدلة. فاكرين المثال الذي ضربه الشيخ لما الخليل إبراهيم قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن؟ إيش قال؟ قال بلى. هذا موضوع منتهي، ولكن يطمئن قلبي. فكلما الإنسان تعرف على شيء جديد، مسألة جديدة، معرفة جديدة، كلما ازداد. لكن الأصل في هذه المسألة كيفية زيادة قول القلب يا إخواني، أهم شيء فيها أن تعلم أن الأصل فيها مبني على اليقين، وهو يزول بالشك. فلو كان عنده يقين بلا شك فكلما تعرف على شيء جديد كلما ازداد وترقى. وضحت كده؟ يعني لأن الشك ضد اليقين على طول، فلو تسرب اليقينه شك خلاص يبقى ما أسلمش أصلا. انتبهوا، عنده اليقين بلى كما قال الخليل، خليل لم يكن شكل أبدا خالص بالمرة، ولكن يريد أن يترقى في درجات اليقين. وضربنا لكم المثال بالعسل وثلاث يعني مستويات التي ذكرناها. يعني احفظوا الأمثلة للتقريب، حتى إذا قمتم بتدريس المعنى الناس يحتاجون إلى أمثلة حتى تصل المعلومة بسهولة. عندنا سؤال، كيفية زيادة قول اللسان؟ إيش يقول اللسان أولا؟ النطق بالشهادتين. طيب دي فيها زيادة ونقصان إزاي؟ يعني أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. أولا فيها زيادة ونقصان. الذي لم يعلم ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم يكتفى منه بإيش؟ أشهد أن لا إله إلا الله. طيب، ولما علم ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم قال وأشهد أن محمدا رسول الله، زاد إيمانه ولا لم يزد؟ زاد. طيب، هو أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد محمد رسول الله، تعرف على أشياء أخرى، وصلته توجيهات وإرشادات وأوامر وبيانات من النبي صلى الله عليه وسلم، فكلما رأى شيء منها أو سمع شيء منها قرأه، تكلم به، دعا الناس إليه، يزيد إيمانه ولا ما يزيدش؟ يزيد. إذن وضحت يزيد وينقص تماما. يبقى الحديث عن زيادة عمل القلب وعمل الجوارح بما فيها اللسان. أظن هذه لا تحتاج إلى كثير كلام. ليش؟ طيب عمل القلب إيش أولا عشان يبقى متأكد أن أنتم حافظين؟ الحب والخوف والرجاء واليقين والصبر والشكر والتوكل إلى آخره. هذه أعمال القلوب، صح؟ أعمال القلوب هذه يا إخواني، نحن هنا في المسجد هل نحن فيها سواء؟ خوف سين زي خوف صاد، خوف مثلا العالم زي خوف طالب العلم، زي خوف اللي لسه مثلا مبتدئ زي العامل اللي لا يعرف شيئا. عموما الخوف يختلف من واحد لآخر. يعني خوف الصديق رضي الله عنه وارضاه زي خوف يعني أحد من زماننا اليوم مش ممكن أبدا. ليش؟ الخوف عنده في القمة. فانتبهوا، فالخوف يزيد وينقص، الحب يزيد وينقص، ماشي، لكن له أصل لا ينقص عنه. يعني أصل الخوف، أصل الحب، أصل الرجاء، هذا لابد أن يكون موجود، فهو قابل للزيادة، والنقصان من الزيادة لا يخرجه من الإيمان. يعني مثلا إيه؟ أصل الخوف مثلا قلنا 5% مثلا، ماشي، فزاد سيم الناس وصل إلى 10، يبقى ده زاد إيمان ولا ما زادش؟ طيب لو رجعوا بقى 8 يطلع من الإيمان؟ لا، لأنه لسه يعني لم ينقص من الأصل الذي يعني أشرنا له كمثال. نعم. أما زيادة أعمال الجوارح معروف، اللي بيصلي الفريضة بس زي اللي بيصلي الفريضة والنوافل،
زي اللي بيقوم الليل مثلا، اللي بيحافظ على صلاة الضحى، الذي مثلا يعود المرضى ويتحرك الجنازة وتشييع الموتى، أو الذي يمشي في حوائج الناس. الناس تتفاوت في أعمال الجوارح، فهذا قد لا يحتاج لكثير كلام. أما بالنسبة لأعمال اللسان، مثلا قراءة القرآن، وردك كورد الثاني أو العاشر أو المئة في قراءة الحديث، وردي كوردك مثلا، كورد مثلا من هو أحرص مني ومنك على قراءة الأحاديث النبوية مثلا بإتقان بانتظام إلى آخره. الذكر مثلا، أذكار الصباح، أذكار المساء، أذكار الموظفة، نحن نستوي فيها أكيد في ما بيننا التفاوت، فهذا أمر معلوم، والناس يزيدون فيها وينقصون. هذا باختصار شديد جدا يعني ملخص الدرس الماضي، والأسئلة التي سمعتم هي التي يعني إن شاء الله تبارك وتعالى لن يخرج عنها الامتحان إن شاء الله تبارك وتعالى. هو أنا قلت لكم في امتحان ولا ما قلتش؟ في امتحان، عشان يبقى كل واحد عارف. وياريت لو حد منكم يقدر كل مرة يلخص الأسئلة والإجابات المختصرة اللي أنا بقولها، على أساس بعد كده لما نوزعها لأخوة يذكروها كويس، يعني حد يتبرع، لو حد يقدر يفك الخط القديم ده ماشي، ياخد الورق خد يا عم، وشوف حد يفكها وكل مرة ويقراها إن شاء الله. نبدأ في درس الليلة بإذن الله تبارك وتعالى. المسألة الثالثة، أعمال الجوارح من الإيمان. يقول الشيخ حفظه الله: الدليل على تسمية أعمال الجوارح إيمانا قوله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم إلى بيت المقدس قبل تحويل القبلة. هذا من باب الاستدلال على أن يعني أعمال الجوارح من الإيمان. يقول الشيخ: وننبه هنا على أن أعمال الجوارح تدخل في مسمى الإيمان، لأن هذا موضع نزاع كبير بين أهل السنة والمرجئة، كما سبق وأشار الشيخ في المقدمة التي دفعته يعني جمع هذه المسائل، أشرنا إشارات طفيفة لكن لعلنا نفصل يعني، وهذا مهم جدا. يقول: والمرجئة عكس الخوارج، وقد غلوا في جانب الرجاء حتى قالوا: لا يضر مع الإيمان معصية، وسموا مرجئة من الإرجاء هو التأخير، فقد أخروا العمل، فهم يقولون الإيمان هو التصديق فقط بالقول واللسان. والغلاة منهم هم جهمية المرجئة، يغالون في الإرجاء ويقولون الإيمان هو المعرفة، فهذا هو الضلال المبين، لأن إبليس يكون مؤمنا بناء على قولهم هذا، لأنه عنده معرفة، ويكون فرعون مؤمنا كذلك، وبعضهم بالفعل قد يلتزم ذلك والعياذ بالله، كما دخل الإرجاء على كثير من الناس في عصرنا، كمن يقول: إن اليهود والنصارى مؤمنون لأنهم يعلمون أنه لا إله إلا الله، ويعلمون أن الله خلقه. هذا القول كفر بواح من حيث النوع لا المعين، لا نفرق بين النوع والمعين، ولا نكفر معينا حتى تقام عليه الحجة باستيفاء الشروط وانتفاء الموانع كما هو معلوم. يعني هذا إشارة سريعة، لكن يبدأ فيفصل فيقول: من أهم مسائل الخلاف بين أهل السنة والمرجئة، يعني أشهر المسائل التي اختلف فيها أهل السنة مع المرجئة، الأولى أن المرجئة غير الغلاة الذين هم غير الجهمية، يقولون الإيمان هو التصديق بالقلب واللسان، أما عمل القلب فليس من الإيمان عندهم أو عند عمتهم. لكن كلمة عند عمتهم هذه إنصاف من الشيخ زلوقين، لأن من المرجئة من يدخل عمل القلب في الإيمان، في مسمى الإيمان انصافا، ولكن هم قلة يعني، لكن انصافا تذكر يعني. وعمل الجوارح بالأولى ليس عندهم من الإيمان، وعندهم يقول: وعندهم الإيمان لا يزيد ولا ينقص. يعني إيش يا إخواني؟ الإيمان عندهم لا يتبعض، مجرد المعرفة القلبية عند البعض كالغلاة منهم، مجرد النطق باللسان تنطق بالشهادتين خلاص الموضوع منتهي، عند البعض وهم قلة جدا، مجرد يعني وجود قدر من الحب من الخوف في القلب خلاص، لا يضرك معصية، أنت كامل الإيمان كما يزعمون والعياذ بالله تعالى.
وهذا طبعا تأخير للعمل، وهذا ولا شك فساد عريض يعني معلوم. يقول: عمل القلب هو موضع الخلاف الأساسي مع المرجئة، فعندهم أن الذي يؤمن يكون إيمانه بأن يصدق أنه لا إله إلا الله حتى ولو لم يحب الله عز وجل ولم ينقد له، يعني ينقاد، يكون مؤمنا كامل الإيمان. عرفناها إزاي؟ يقصد الشيخ يعني الجماعة اللي طلعوا عمل القلب معناه ما فيش حب خالص، لا لله ولا للرسول ولا للدين ولا لأي حاجة، ينفع معه إيمان؟ ما فيش خوف من الله عز وجل، ما فيش مثلا رجاء، ما فيش توكل، عمل القلوب أخرجوها بالكلية إلا النذر اليسير منهم. ماشي إخواني، انتبهوا. يقول: ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر فضل لا إله إلا الله ذكرها مقيدة بالأعمال القلبية. هذا كلام جميل في الحقيقة، كلام موصف. فقال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، يبقى قيدها بإيش؟ بعبادة قلبية، هو قالها بلسانه، فقيدها تبارك وتعالى باليقين. ماشي إخواني، إذن هذا قيد، هذا قيد أو سمه شرط، إن فقد فقد الإيمان معه. فأعمال القلوب شرط في الإيمان، يعني بعدم وجودها لا وجود للإيمان. ومنها ما هو أصل، ومنها كمال واجب، ومنها كمال مستحب، زي ما قلنا اللي هي الزيادة، يعني الحب ليس الناس فيه سواء، الخوف وهكذا. نعم. فلو أن إنسانا ليس عنده أصل حب الله عز وجل، فضلا عن أن يكون يبغض الله أو ليس عنده حب للرسول صلى الله عليه وسلم، فضلا عن أن يبغض أو يبغض الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا لا يكون مؤمنا أصلا، بل هو كافر. يعني ما عنديش حب لله ولا حب للرسول، فضلا أنه يبغض الله عز وجل أو يبغض الرسول، هذا لم يدخل في الإسلام أصلا، عشان نتكلم فيه هل هو كفر أو لا يكفر، هو أصلا كافر، لم يدخل أصلا. ولو أن إنسانا آخر عنده حب لله عز وجل وحب للرسول صلى الله عليه وسلم، لكن هذا الحب ضعيف بسيط في قلبه، فإذا ما جاءته شهوة قدم حب تلك الشهوة على حب الله عز وجل ورسوله، فهذا عنده إيمان لكنه ناقص. هذا إخوان حال كثير من المسلمين، لا ننفي عنه حب الله عز وجل ولا حب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نكذبه فيما يزعمه بلسانه وقد يكون عنده في قلبه، ولكن ضعيف بحيث لا يقوى على المقاومة. يعني يضعف من الشهوات والأهواء والعادات والعرف والتقاليد والصحبة والبيئة والواقع، يضعف ويطرق، لكن لا ننفي عنه الإيمان، لكنه ضعيف يأثم بذلك لاستسلامه لهذه الصوارف الأخرى. ولو أن إنسانا آخر عنده حب، ذكرنا هذه صح؟ نعم. وإنسان آخر عنده حب الله عز وجل وحب الرسول صلى الله عليه وسلم يقدمه على كل ما تحبه نفسه، فالله ورسوله أحب إليه مما سواهما كما في الحديث، فهذا هو المؤمن الإيمان الكامل أي الواجب، الذي كمل القدر الواجب من إيمانه، بمعنى أن الأقل منه مستحق للعذاب لكنه لا يخلد في النار. فمن قدم حب الشهوة على حب الله عز وجل وعلى حب النبي صلى الله عليه وسلم فيفعل ما تحبه نفسه وهو يعلم أن الله لا يحبه، فهذا حبه لله ضعيف، وهكذا كل عاص إيمانه ناقص ويستحق العقاب لكنه لا يخلد في النار. وقفة تربوية مهمة جدا، انتبهوا معنى كلام الشيخ حفظه الله. لو أنك ارتقيت ذاك المستوى الذي أشار إليه صلى الله عليه وسلم في الحديث، أنك تحب الله عز وجل وتحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من أي شيء آخر، وكما قال صلى الله عليه وسلم لعمر لما قال: لأنت أحب إلي من أهلي ومالي وولدي والدنيا، قال: لا. ليش؟ ها؟ حتى أكون أحب إليك من نفسك، فقال: لأنت الآن أحب إلي من نفسك، قال: الآن يا عمر. إيش المراد هنا من هذه اللفة التربوية؟ إذا أحببت أنت الله عز وجل وكان حبه أكبر عندك من أي شيء آخر، من نفسك جدت بها في سبيله، من مالك أنفقته في مرضاته،
من ولدك لم تجبن ولم تتأخر ولم تبخل. ليش؟ لأن حبك لله حبك للرسول أقوى، ولذلك تستسلم وتخضع وتنقاد، ولذلك أنت محارب ومستهدف. شياطين الإنس والجن يحاولون أن يثنونك عن محب الله ومحب الرسول، مش كده؟ ده واقع لتصرف. إذا كان الحب في قلبك قويا قاوم، كان عندك قوة مقاومة ذاتية تدفعك، نعم، لتتقوى على محاربيك ومهاجميك من الصورف الأخرى. لكن لو ضعف إيمانك زي ما بيقولوا في البلد، مش هتاخد غلوة مع الشياطين. وضحت كده؟ يبقى يسهل أن تسقط. ولذلك انتبهوا يا أخواني، الواحد في خضم الغربة والفتن، قلة العلم وكثرة الجهل والتعدي الموجود والتزيين الذي يعني لا نظير له، يخشى على نفسه لم يكن عنده حب قوي لله، حب قوي للرسول، حب قوي للطاعة، خوف قوي من النبي، من الله عز وجل، خوف قوي من فوات المرجو الجنة مثلا. وهذا معنى مهم جدا، لا يقدر أبدا إن ضاع منه هذا المعنى على الثبات. ولذلك ما أكثر الذين سقطوا في شباك شياطين الإنس والجن، وقع مرير. أنتم لو طلعتم يعني من حواليكم لوجدتم خلل كبير جدا، يعني عند الكبار والصغار، الرجال والنساء، في الأسواق وفي الطرقات وفي المدارس وفي الأشغال وفي المصانع والشركات. ليش يا إخوان؟ لأن الحب ضعيف لا يقاوم، الخوف ضعيف لا يقاوم، الرجاء ضعيف لا يقاوم، التوكل ضعيف لا يقوى، إلى آخر هذه المعاني. إذن ونحن نتدارس مسائل علمية كيف نفعلها، هذا الذي ينبغي أن نحرص عليه. نعم. طيب، فنقول لو زال أي عمل من أعمال القلوب بالكلية لزال الإيمان بالكلية، وزوال أحد أعمال القلب لا نستطيع أن نعرفه في الدنيا إلا بالتصريح بالقول، كمن قال بلسانه مثلا إنه لا يحب الله، أو كمن قيل له اقرأ القرآن فقال إنه لا يحب القرآن والعياذ بالله تعالى، أو بأن يعمل عملا يدل دلالة ظاهرة على زوال عمل القلب كمن يرمي المصحف، فهذا كله كفر. يعني هذا يدل على أن القلب يعني ليس فيه هذا القدر اللازم الذي يمنع من مثل هذه الأمور. الشاهد إخواني في 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 هذه الإشارة المهمة جدا، الشيخ يقول: فنقول لو زال أي عمل من أعمال القلوب والكلية لزال الإيمان بالكلية، وزوال أحد أعمال القلب لا نستطيع أن نعرفه في الدنيا إلا بالتصريح. هذه يعني ترد بها على الذين يزعمون فلان منافق النفاق الأكبر، هو لم يصرح بما يناقض هذه المعاني. إذن بقي أن يطلع لنا أحد على ما في قلبه، لنقول أن هذا القلب خالي من أصل الحب، من أصل الخوف، من أصل الرجاء، من أصل اليقين. هل هذا لأحد من البشر؟ هل هذا للنبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. أخبر بأسماء المنافقين واحدا واحدا لم يكن يعرفهم، نطقوا بالشهادتين وصلوا الجمعة والجماعات، بل وخرجوا في الجهاد، ماشي، وكانت لهم أعمال أخرى مضادة، كأقوال معروفة وتصرفات معلومة وكمكر وكيد مع دين الإسلام إلى آخره، لكن لم يصرحوا بنقيض ذلك هم، ماشي، فأخبر تبارك وتعالى نبيه بأحوالهم. إذن من يفتأت الآن ويقول فلان هذا منافق نفاق أكبر؟ نقول: يا رجل، هل عندك دليل على قول قاله صرح به أنه لا يحب الله ولا يحب النبي مثلا ولا يخاف من الله إلى آخر المعاني، ولا يحب القرآن أو ألقى المصحف أو فعل كذا، حتى تقول أنت ذلك؟ أنت مفتري، سمحك الله، أنت تفتري على الله عز وجل الكذب، فهذا لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. ونحن لم نعرف كفر هؤلاء من قلوبهم، إنما علمناه من لسانه أو عمله للكفر بجوارحه. فإذا كان لا يحب القرآن لم يكن مؤمنا أصلا عند الله. وكمن يقول إنه لا يخاف الله، أو قال إنه لا يخاف النار، أو قال إنه لا يخاف القيامة،
ولو أنه منذ أسلم وهو لا يخاف الله فهو لم يكن مسلما ابتداء، فالذي يقول إنه لا يخاف الله كافر، لأن الله عز وجل يقول فخافوني إن كنتم مؤمنين. خوف الله عز وجل دليل على الإيمان. نعم، كما قال تعالى وعلى الله فليتوكل المؤمنون، فأصل التوكل ركن في صحة الإيمان. لكن يعني ذكر الأخوة الذين جمعوا الكتاب وفرغوه من الأشرطة، وضعوا مسألة مهمة جدا حتى لا يحدث اللبس في الهامش، نقرأها لأنها في الحقيقة مهمة جدا. يقولون الذي يقول إنه لا يحب السنيين مثلا يختلف عن الذي يقول إنه لا يحب الرسول. المشهد لو واحد قال لك ما نحبش السنية خالص، البعض يقول هذا كافر، نقول لا، فرق شاسع جدا عن الذي يقول أنا لا أحب النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحب سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثاني كافر بلا خلاف بعد إقامة الحج وانتفاء الشروط وانتفاء الموانع. أما الأول لعل السنية نفروه، لعل السنية كرهوه، لعل السنية أذوه، لعل السنية فعلوا أمامه ما لا يعني يقبل، وهذا واقع وهذا حاصل. وإن منكم لمنفرين، صحيح، لكن الفرق شاسع بين هذه وتلك حتى لا يختلط الأمر. مثلا يقولون لكنه لو قال إنه لا يحب السنة أو لا يحب الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كافر، كما قال إنه لا يحب الشرع أو يكره الشرع ويكره القيود الفظيعة على حد تعبيره، يعني من تحريم الزنا وتحريم الاختلاط، حاجات يعني محبوبة للنفس والناس يعني النفوس تميل إليها. الشرع هذا صعب، حرم ليه الزنا وحرم ليه الاختلاط وحرم هذا بعد إقامة الحجة وانتفاء الموانع، هذا لا شك يكفر، يخرج من الدين بالكلية، معترض على شرع الله عز وجل، إلى آخر هذه المعاني قرأوها في الهامش مهمة جدا. نعم، يقول وقال عز وجل والذين آمنوا أشد حبا لله، فأصل حب الله عز وجل ركن في صحة الإيمان، وكذلك أصل الرجاء وأصل اليقين والإنقياد القلبي. فموضع الخلاف مع المرجئة في قضية عمل القلب، فأصل عمل القلب ركن في أصل الإيمان، والمرجئة يقولون لا يلزم أن يوجد حتى أصل عمل القلب. يبقى أول خلاف جوهري مع المرجئة أنهم أخرجوا أعمال القلوب من الإيمان، إلا قلة منهم إنصافا حتى يعني نذكرها، ماشي إخواني، هذا أمرهم جدا. ولماذا اختلفنا معهم؟ لأن أصل أعمال القلوب أصل في الإيمان كما سيأتي في التعريف في المسألة التالية إن شاء الله تبارك وتعالى. المسألة الثانية، والمسألة الخلافية الثانية بين أهل السنة والمرجئة بعد عمل القلب هي في عمل اللسان والجوارح. فهم يقولون أن عمل اللسان والجوارح ليس من الإيمان، كما أن عمل القلب عندهم ليس من الإيمان. يعني هم جمعوا دول ودول على بعض، بس نفصل احنا في الثانية لأن الأولى خلاص عرفناها. أما أهل السنة فيقولون أن عمل القلب واللسان والجوارح جزء من الإيمان. قال الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم إلى بيت المقدس كما قلنا قبل تحويل القبلة، فسمى الصلاة إيمان، والصلاة من أعمال إيش؟ الجوارح. انتبهوا، هذا رد على المرجئة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لوفد بني عبد القيس لما أمرهم بالإيمان بالله وحده، فاكرين الحديث طبعا ذكرناه ولكن نذكره سريعا، أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا الله ورسوله أعلم، قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان، وأن تعطوا من المغنم الخمس. فسمى أعمال الجوارح إيمانا، وقال صلى الله عليه وسلم الإيمان 74 شعبة، فأفضلها أو أعلاها في رواية أخرى قول لا إله إلا الله، وأدناها إمارة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. الظريف أن هذا الحديث جمع الشعب جميعا بفضل عز وجل. الحياء عمل من أعمال القلوب، وهذا من الإيمان كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ردا عليهم، ولا إله إلا الله عمل اللسان، وإماطة الأذى عن الطريق عمل إيش؟ الجوارح والأركان. يبقى إذن الإيمان يعني قول وعمل،
قول القلب قول اللسان، عمل اللسان على القول الثاني، عمل الجوارح والأركان، كل هذا من الإيمان. وهو شعب، منها لا إله إلا الله، منها إماطة الأذى عن الطريق، الحياء شعبة من الإيمان، أتى بالأعلى وأتى بالأدنى، وذكر من أعمال القلوب الحياء. طيب، المسألة الرابعة، ومضى من الوقت كم يا شباب؟ عشان بس المسألة دي ممكن تأخذ وقت مطول. ساعة لتلت تقدروا على ثلث ساعة كمان ولا ايش الأخبار؟ ماشي، نعوض فترة الغياب. المسألة الرابعة، الإيمان له أصل وكمال. طبعا الأخوة اللي درسوا معنا من أيام حديث جبريل، واللي درسوا معنا الوسطية، واللي حضروا معنا دروس التفسير، مرت هذه المسائل وتكررت، ينبغي أن تكون حاضرة، لكن نحاول أن نختصرها ارتباطا بالكتاب وتتميما للفائدة. يقول حفظه الله: هذه القاعدة من خصائص أهل السنة والجماعة، فلم يشاركهم فيها غيرهم من أهل البدع في الإيمان بشعبتيهما، يعني المخالفين الخوارج المعتزلة هذه شعبة، أو الجهمية والمرجئة هذه شعبة أخرى، وذلك بناء على اعتقاد أهل السنة بأن الإيمان يزيد وينقص ويتبعض ويتشعب، وهو ما خالفهم فيه أهل البدع بسير طوائفهم، فقد نفوا اجتماع الكفر والإيمان والطاعة والمعصية في الشخص الواحد. يعني مش ممكن، بيقولوا مش ممكن يجتمع طاعة ومعصية في 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 إنسان، وهذا طبعا خلل كبير جدا. لذلك المرجئة قالوا ايش هروبا من هذا؟ الإيمان مجرد المعرفة، ماشي، أو التصديق، وبعضهم يقول قول اللسان، وبعضهم يعني يحط أعمال القلوب يعني على استحياء فقط، ثم بعد ذلك إيمانك كامل، افعل ما شئت لا تضرك معصية، لأن إيمانك لا يزيد ولا ينقص، شيء واحد فقط. وهذا كلام باطل طبعا، لأننا بشر لسنا بمعصومين. قولوا بالله عليكم من المعصوم بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا معصوم بعده عليه الصلاة والسلام، والناس كلهم يعني ذو خطأ، يؤخذ من أقوالهم ويرد، وكذا من أفعالهم، وهم معرضون للافتتان والتزيين وشبه ذلك، وهذا أمر طبيعي جدا. ولذلك وارد أن يكون الواحد منا مثلا مواظب على الصلوات الخمس، وأدى مثلا الحج، ويخرج الزكاة، ويصوم رمضان، لكن تقع منه المعصية، ممكن يختلس، ممكن يسرق، ممكن يقع في غش، ممكن يقع في عقوق، ممكن يقع في بغي، في ظلم، ممكن يقع في زنا، ممكن يقع مثلا في شرب خمر، هذا وارد، نحن لا نقره على ذلك، هذا مرفوض، هذا يأثم به، هذا قد يعذب به في النار، هو تحت المشيئة، إن شاء عفى عنه إن شاء عذبه، وإن دخلها لا يخلد فيها، ماشي، لكن هذا خطر كبير جدا. لكن هذا وارد ولا مش وارد؟ وارد. إذن أهل السنة يختلفون عن هؤلاء وهؤلاء. يقول: المقصود بأصل الإيمان، والمقصود بأصل الإيمان هو الحد الذي من نقص عنه إيمانه صار كافرا، ومن لم يبلغه لم يدخل الإسلام، يعني أصلا يعني في حد معين اللي ما وصلوش من براه يعني من تحت منه يبقى ما دخلش في الإسلام، ماشي إخواني؟ هذا أمر في منتهى يعني الأهمية، لذلك لابد أن تنتبه، أن تنتبه لهذا المعنى، من لم يبلغه لم يدخل في الإسلام أصلا، ومن نقص عنه يعني صار كافرا. يعني الأثار في هذا المعنى، قال محمد بن نصر المروزي إمام من أئمة أهل السنة والجماعة: إن الإيمان أصلا، من نقص منه مثقال ذرة زال عنه اسم الإيمان، وإن لم ينقص منه لم يزل عنه اسم الإيمان، ولكنه يزداد بعده إيمانا إلى إيمانه، فإن نقصت الزيادة التي بعد الأصل لم ينقص الأصل. زي المثال أنا ضربته بدري اللي هو إيه؟ لو قلنا مثلا الأصل 5% ممكن يوصل لغاية 10-20% وممكن ينزل، لو نزل مثلا لغاية 10 تاني أو أقل، لكن ما أقلش عن الأصل هو 5، يخرج بذلك؟ لا، لكن يضعف إيمانه، يأثم بذلك. نعم. قال شيخ الإسلام:
وهو مركب أي الإيمان من أصل لا يتم بدونه ومن واجب ينقص بزواله. الإيمان مركب من أصل لا يتم بدونه ومن واجب ينقص بزواله. وقال في موطن آخر: ومن ترك فروع الإيمان لا يكون كافرا حتى يترك أصل الإيمان. وقال أيضا في موطن آخر: وهو أي الإيمان في الكتاب معنيين، يعني يقصد في المنهج أصل وفرع واجب، أصل وفرع واجب. لو أحد اقترب من الأصل وقل منه خرج، واحد ترك شيء من الواجب يأثم، ولكنه تحت المشيئة إن شاء عذبه إن شاء عفى عنه ابتداء، وإن عذبه لا يخلد في النار. وقال ابن قتيبة من أئمة أهل السنة أيضا: الإيمان صنفان أصل وفرع. الإيمان إيش؟ صنفان أصل وفرع. ما يدخل في أصل الإيمان مسألة مهمة جدا درسناها أكثر من مرة، لكن لا بأس أن تعاد وتطرح من جديد لأهميتها. يقول الشيخ: ما يدخل في أصل الإيمان، اتفق أهل العلم على أمور هي أصل في الإيمان فمن تركها فقد كفر، واختلفوا في أمور فمنهم من عدها من أصل الإيمان ومنهم من عدها من فروعه. طيب، نأخذ المتفق عليه الذي لا خلاف بين أهل السنة والجماعة لأنه من أصل إيمان، من ترك منه شيئا قل إيمانه. قول القلب، يبقى متفق على أن قول القلب اللي بدري قلنا عليه الإقرار والتصديق والمعرفة واليقين إلى آخره. يقول: قول القلب هو ما لم يحدث فيه نزاع بين أهل القبلة فضلا عن أهل السنة، إلا ما كان من خلاف الكرامية وغلاة الجهمية عندما فرق بين الإقرار والتصديق. يعني حتى غلاة الجهمية يتفقون معنا فيه، يعني من أهل القبلة، هم من أهل القبلة مع أننا يعني نذكرهم لنعرف الخلل الذي يعني كان وكيف تطور إلى هذا الوقت والزمان. قال شيخ الإسلام: قال أهل السنة إن من ترك فروع الإيمان لا يكون كافرا حتى يترك أصل الإيمان وهو الاعتقاد، وهو قول القلب يعني. وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي: الإيمان قسمان، أحدهما إيمان بالله هو الإقرار والتصديق، والثاني إيمان بالله هو الطاعة والانقياد، فنقيض الأول كفر، لو نقيض الاعتقاد اللي هو قول القلب، ونقيض الثاني الفسق، وقد يسمى كفرا ولكن لا ينقل عن الملة. ما أجمل كلام السلف يا إخواني، والله كلام رزين. لو أن هذه المناهج التكفيرية يعني انتبهت وقرأت وتمعنت في كلام السلف ما وقعت فيه ما وقعت فيه. وقال: والإيمان القلبي هو التصديق، لا تقتسمه الغرماء بمظالمهم، بل يبقى على صاحبه، لأن الغرماء لو اقتسموا ذلك لخلد بعض أهل التوحيد في النار. عارفين يعني؟ احنا عارفين يؤتى بالرجل يوم القيامة ومعه حسنات أمثال الجبال، ماشي، ولكن سب هذا وشتم هذا وكلمل هذا وانتهك عرض هذا وفعل وفعل، فيؤخذ لهؤلاء من حسناته وهؤلاء من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته إيش النتيجة؟ قال في رواية يقال لهم: خلاص ما عندوش حاجة، اعفو عنه. يقول: لا، عندنا ذنوب ومعاصي. فيؤخذ منهم فتوضع عليه، فيوضع بها في النار. خذ المعنى ده بس وانتبه لأن عايز أقول لك إيه. طيب، سيؤخذ منه ويعطى لأصحاب الحقوق حتى نفذت الحسنات ولم يبقى إلا أصل الإيمان. هل يؤخذ من أصل إيمان ليعطوا حقوقهم، ولا هو تحت المشيئة أن شاء عوضهم هو تبارك وتعالى عما لهم عنده وعفى عنه ابتداء، أو عذبه بما لهم عليه من حقوق لكن يخرج بأصل ما الذي يبقى له حتى يخرجه به من النار؟ واضح كده؟ واضحة؟ لا يخلد في النار، أحسن. لأن لو أخذ من أصل إيمانه إيه اللي هيحصل؟ خلص الحسنات بتاعته كلها، وأخذ من أصل إيمانه نقص عن الأصل هيروح فين؟ هيخلد في النار. لكن هو طالما راح ومع أصل التوحيد مش هيخلد في النار إن شاء الله. إذا هذا هو يعني توضيح هذا المعنى الذي قد
يعني يلتبس على البعض. نعم. ثانيا يبقى الأصل الأول المتفق عليه الذي يدخل في أصول الإيمان هو إيش؟ قول القلب، الاعتقاد، الإقرار، التصديق، المعرفة اللي احنا قلناه من بدري. خليك حافظ عشان الأمر يبقى واضح عندك. الأمر الثاني قول اللسان، الشهادتان دول أصل من أصول الإيمان، ما ينفعش إيمان إلا بهما لمن قدر على النطق بهما. لكن واحد ما بيتكلمش أصلا نقول له ده أصل عندك، هذا يعني أمره إلى الله تبارك وتعالى. وهذا الأصل أيضا محل اتفاق بين أهل القبلة إلى الجهمية ومن وفقهم، حيث جعلوا الإيمان هو تصديق القلب فقط. يعني الجهمية في كل حتة تلاقيهم مع الأسف الشديد، يعني بيقول إن الإيمان مجرد إن يعني قلبك يعرف إن في رب، بعد كده اعمل انت عايز تعمله، سوي اللي انت عايز تسويه، ايمانك كامل لانه لا يتبعض لا يزيد ولا ينقص، حته واحده كده يا سلام، حاجه الله المستعان. طيب، وهذا الاصل ايضا محل اتفاق بين اهل القبله الى الجهميه ومن وافقهم، حيث جعلوا الايمان هو تصديق القلب فقط. قال الحافظ ابن رجب: ومعلوم ان الجنه يستحق دخولها بالتصديق بالقلب مع شهاده اللسان. الأصل الثالث من الأصول المتفق عليها عند أهل السنة أنها من أصل الإيمان، الأول قول القلب، والثاني قول اللسان، عمل القلب. الثالث عمل القلب اللي هو بدري قلنا عليه الحب والخوف والرجاء والإخلاص إلى آخره. قال: والمقصود هنا أصل عمل القلب، ونعني به أن كل عمل واجب من أعمال القلوب فأصله أصل في الإيمان. عشان يا أخوانا بس ننتبه، هذا من رحمة الله عز وجل، وهذا من فقه العلماء الذين شرحوا هذه المسائل. لو جيت أنت كده على يعني على العموم قلت أعمال القلوب، انظر تدخل في أصل الإيمان ولم تفسر هذا المعنى. يعني لازم يكون الحب كامل والخوف كامل والرجاء كامل، لا كده أنت مش هتلاقي، هتقعد تدور هتغربل هتصفصف الدنيا، يبقى والله الله المستعان. لكن قال لك أصل الحب، أصل الخوف، أصل وإن كان ضعيف لكن موجود، ماشي، اللي يطلب به أصل الإيمان. لكن عايزينك بقى توصل للإيمان الواجب، إيمانك يزيد شوية، حبك يزيد شوية، خوفك يزيد شوية، ده المطلوب. لكن لو عندك أصل الحب، أصل الخوف، أصل الرجاء، خلاص يبقى هذا يثبت به لك أصل الإيمان. نعم. يقول: في هذا الأصل، أي كون عمل القلب أصل في الإيمان، يبدأ التمايز بين المرجئة وأهل السنة، حيث إنهم يجعلون الإيمان هو الاعتقاد والقول فقط دون أعمال الجوارح، وبعضهم أدخل بعض أنواع عمل القلب في الإيمان مثل الصالحية والشمرية والتمنية، يعني بعض الفرق الأخرى. قال شيخ الإسلام: فأصل الإيمان في القلب هو قول القلب وعمله، هو إقرار بالتصديق والحب والإنقياد. هذا في مجموع الفتاوى. فقال شيخ الإسلام أيضا رحمه الله: والدين القائم بالقلب من الإيمان علما وحالا هو الأصل. فقد فسر معنى الحال في موضع آخر فقال: ويدخل في ذلك ما يسمى مقاما وحالا، مثل الصبر والشكر والخوف والرجاء والتوكل والرضا والخشية والإنابة. وقال: فمن ترك الأعمال شاكرا بقلبه ولسانه فقد أتى ببعض الشكر وأصله، والكفر إنما يثبت إذا عدم الشكر. إذن أصل هذه الأعمال أصل في الإيمان، ماشي، وكلما ترقيت فيها كلما وصلت لكمالها الواجب وأيضا كمالها المستحب إن أمكنك ذلك، وهذا من درجات المقربين. نعم. وقال: ولا بد أن يكون مع التصديق شيء من حب الله وخشيته، وإلا فالتصديق الذي لا يكون معه شيء من ذلك ليس إيمانا البتة. ده بيرد على مين؟ على اللي قالوا أن عمل القلب ليس من الإيمان. ما أنا صدقت خلاص في تصديق وفي معرفة، بيقول لو في تصديق وفي معرفة ما فيش ولا حاجة من الحب ولا حاجة من الخوف، ده مش إيمان بالمرة، برة خالص، انتبهوا حتى لا تختلط. الأصل الرابع المتفق عليه من بين أهل السنة أنه من أصول الإيمان ترك النواقض، ترك النواقض القولية والعملية والاعتقادية.
يقول: واعلم أن ترك كل ما نهى الشرع عنه من الإيمان، وترك ما هو كفر أكبر من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، داخل في أصل الإيمان بلا خلاف عند أهل السنة. انتبهوا، ترك النواقض القولية والعملية والاعتقادية أصل من أصول الإيمان عند أهل السنة والجماعة. بقول لك ما فيش خلاف إن لو أن إنسان دخل في الإيمان بقول القلب بقول اللسان بعمل القلب، وجب عليه فورا أن يترك النواقض القولية والعملية والاعتقادية فورا. وإلا أخواني، أنا أسألكم سؤال: واحد قال أنا أؤمن بكل ما تقولون، قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل جوارح الأركان، سأترك هذا كله لكني سأعبد الصنم الفلاني، أو يعني أعبد مثلا الشخص الفلاني، مع هذا هل يصلح؟ لا يؤمن حتى يترك إيش؟ النواقض، لأن هذا يناقض إيش؟ الإيمان، هذا يناقض الإيمان. ولذلك مسألة الترك عمل ولا مش عمل مسألة خلافية، والراجح أن الترك عمل. واحد ما عملش حاجة يبقى تسميه عمل إزاي؟ حد ينتبه كده للموضوع. واحد ما عملش حاجة هنسميه عمل؟ ولا نقوله في توضيح: لم يعمل بقصد، إذن ترك بقصد، والترك بقصد عمل، يعني ترك بنية، ترك هذا الشيء بنية بقصد. مثلا ترك المحرمات بقصد، ترك الشركيات بقصد، لأنها تؤدي إلى الشرك، تناقض الإيمان، ما سواء بالأقوال أو الأفعال أو الاعتقاد. هذا الترك عمل في الحقيقة، لأنه سيطر على جوارحه وأركانه، سيطر على قلبه، وانقاد لربه، وعلم أن هذا يناقض الإيمان الذي دعي إليه. فهذا هو المعنى. بمعنى آخر، هل رأيتم تركا يجر عليه الإنسان؟ إيه؟ حديث إيش؟ ما له؟ ما شاء الله، جزاك الله خير يا شيخ مصطفى. انتبهوا، الترك بقصد، يعني حينما تؤمر بترك الشيء الفلاني وتتركه لله عز وجل أنت لم تفعله، لكن مجرد أن تحكمت في نفسك ألجمتها فتركت المحرم أو المكروه، هذا في الحقيقة فعل، أنت تحكمت في نفسك. أنا أسأل سؤال حتى تتضح الصورة: لو أن إنسان ترك محرما أو مكروها بقصد، يثاب ولا لا يثاب؟ وهل يثاب على غير عمل؟ اختلفتم، لا يثاب على غير عمل. إذن هذا الثواب ناتج عن ترك لشيء محرم أو مكروه، إذن هذا في حقيقته عمل. يعني أنا أنصح في الحقيقة بقراءة الرسالة الرائعة جدا التي أصدرتها مؤسسة أسس أو مركز أسس للأبحاث، وهو تابع للدعوة السلفية، باسم الشرح الأزهر لرسالة لا معروف عنها عن المنكر لفضيلة الشيخ ياسر. هي ليس على اسم الشيخ، في الحقيقة المركز أزاد عليها مسائل مهمة جدا في نهاية الشرح لا معروف عنها عن المنكر، من جملتها الحديث في مسائل الترك وهل هي عمل ولا لا، ونقل خلاف طويل بين أهل السنة والجماعة، ورجح في النهاية أن الترك عمل بعدة أدلة ذكرناها. فلذلك أنصح الأخ بقراءتها جيدا، لها في غاية الأهمية في الحقيقة. نعم. طيب، نقلنا كلام من ده ولا نعم. الإيمان بلا خلاف عند أهل السنة، هذا تتم ناتي بالعبارة: وترك ما هو كفر أكبر من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، داخل في أصل الإيمان بلا خلاف عند أهل السنة والجماعة. قال ابن منده: قال أهل الجماعة، يعني أهل السنة: الإيمان أصله المعرفة بالله والتصديق، اللي هو ده قول إيش؟ قول القلب. أحسنتم.
والتصديق له، وبه وبما جاء من عنده بالقلب واللسان، مع ترك التكبر والاستنكاف والمعاندة. ترك التكبر والاستنكاف والمعاندة ده معناه ايه؟ عمل، عمل فعلا، انقياد احسن، انقاذ في يعني دواعي الشر، الشيطان، النفس الاماره، الضغوط، الباطل. يريدون منك ان تستجيب، ولكنك استجبت فتركت الاستكبار والمعانده وما شابه ذلك. هذا ترك، هذا عمل، هذا عمل. نعم. ومع الخوف والحب والخضوع له والتعظيم، فمن أتى هذا الأصل فقد دخل في الإيمان، ولزمه اسمه وأحكامه، ولا يكون مستكملا له حتى يأتي بفرعه. نعم، له الكمال الواجب يعني والمستحب. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: وسادسها أنه يلزمهم، أي المرجئة، أن من سجد للصليب والأوثان طوعا، وألقى المصحف في الحش عمدا، وقتل النفس بغير حق، وقتل كل من رآه يصلي، وسفك دم من يراه يحج البيت، وفعل ما فعلته القرامطة بالمسلمين، إلى أن قال: فمن لم يتركها دل ذلك على فساد إيمانه الباطن. يعني انخرام وتناقض بين الظاهر وبين الباطن، إن لم يترك هذا كله فلا شك أن هذا يناقض. نعم. إذن المتفق عليه من أصول الإيمان إيش مرة أخرى حتى لا نختلف؟ أول واحد قول القلب، قول اللسان، عمل القلب، ترك النواقض، وتحط تحت منها القولية والعملية والاعتقادية، يعني حتى تكون المعاني واضحة. ثانيا الأصول المختلف فيها، في أمور اختلف فيها، تخش تحت الأصل ولا تخش تحت الكمال الواجب؟ لابد أن ننتبه، انتبهوا. يقول: وهي المباني الأربعة المذكورة في حديث جبريل، أي الصلاة والزكاة والصوم والحج، فبعض أهل العلم ألحقها كلها بالأصول، وبعضهم ألحق بعضها، وبعضهم لم يلحق شيئا منها. انتبهوا، المباني الأربعة: الصلاة والزكاة والصوم والحج، بعض العلماء وضعها بأكملها في أصل الإيمان، وبعضهم أخرج يعني البعض وأدخل البعض على نحو نقل من كلام شيخ الإسلام بالتفصيل، انتبهوا له. اسمع: بعضهم يكفر بترك الصلاة، يبقى معنى الكلام هنا إيه؟ إن الصلاة أصل من أصول الإيمان، ماشي؟ ده عند من قال ذلك، انتبهوا. وبعضهم يكفر بترك الصلاة أو الزكاة معا، يقول: لا لا، مش مبنى واحد بس اللي هي الصلاة، اللي يسيب الصلاة والزكاة هذا نقض أصل الإيمان، يبقى الزكاة والصلاة والزكاة عنده من إيش؟ من أصل الإيمان، انتبهوا. وبعضهم يكفر بترك الصلاة أو الزكاة إذا قاتل على منعها، يعني لا، ده بيفصل زيادة شوية، يقول الصلاة والزكاة مش هتكون الزكاة مع الصلاة من أصل الإيمان إلا إذا الإمام أتى وقال ادفع الزكاة، فقاتل الإمام حتى لا يدفع، يبقى إذن هذا يعني عنده جعلها من الأصل. وبعضهم يكفر بترك أي من الأركان الأربعة، يقول لك اللي سيب واحدة من الأركان الأربعة خلاص نقض إيمانه. وبعضهم لا يكفر بترك شيء من الأركان الأربعة، بعضهم يقول إيه؟ المباني الأربعة كلها مش في أصل الإيمان، دي في كمال الواجب الذي يثاب فاعله، ها، ويعاقب إذا ما إيش تاركه، طلعها برا كلها. طيب هذا خلاف ساب عند أهل السنة والجماعة لا نكارة فيه على المخالف، خلاف يعني في دائرة أهل السنة والجماعة. طيب نسمع كلام مفصل فيه أكثر. قال شيخ الإسلام: مباني الإسلام الأربعة المأمور بها، وإن كان ضرر تركها، يعني مش معنى كلامنا ده أن خلاص طالما ما دخلناش الأربعة يبقى سيبها وخلاص، لا، يقول: وإن كان ضرر تركها لا يتعدى صاحبها، يعني ذنب عليه في نفسه، فإنه يقاتل بتركها عند جماهير العلماء، ويكفر أيضا عند كثير منهم أو أكثر السلف. وأما فعل المنهي عنه الذي لا يتعدى ضرره صاحبه فإنه لا يقتل به عند أحد من الأئمة، ولا يكفر به إلا إذا ناقض الإيمان لفوات الإيمان وكونه مرتدا أو زنديقا.
يعني هذا تفصيل لشيخ الإسلام في هذه المسألة يفرق به بين هذه المباني الأربعة. فمنهم من يقاتل على ترك الصلاة بعد معاني الاستتابة المعروفة والمفصلة في مضانها، ومنهم من يقاتل تارك الزكاة، ومنهم من يقاتل على المباني الأربعة، ويعني هو يحكي لك هذا يعني. لكن التفصيل كالآتي: وذلك أن من الأئمة من يقتله ويكفره، أي التارك، بترك كل واحدة من الخمس، لأن الإسلام بني عليها، وهو قول طائفة من السلف. بيقولوا دي مباني الإسلام اتبنى عليها، وهي أصل في قامة الإسلام، يسيب أي واحدة منها الإسلام حيقع، وإذا يقاتل عليها. هذا قول لبعض السلف، ماشي. ومنهم من لا يقتله ولا يكفره إلا بترك الصلاة والزكاة، وهي رواية أخرى عن أحمد، ماشي. ومنهم من لا يقتله ولا يكفره إلا بترك الصلاة والزكاة، ورواية أخرى كما قلنا عن أحمد. ومنهم من يقتله بهما، يعني إيش؟ بالاثنين معا، ويكفره بالصلاة والزكاة إذا قاتل الإمام عليها، كرواية أيضا عن أحمد. ومنهم من يقتله بهما ولا يكفره إلا بالصلاة، كرواية عن أحمد، يعني يقتله بهما حدا ولم يخرجه من الإسلام. هذا هو معنى كلام شيخ الإسلام. ومنهم من يقتله بهما ولا يكفره، كرواية عن أحمد، يعني إذا ترك الصلاة يستتاب، إذا أصر، وهذا يعني في الغالب غير متصور، يقتل حدا على قول هؤلاء في رواية عن أحمد وليس ردة. ومنهم من لا يقتله إلا بالصلاة ولا يكفره، كالمشهور من مذهب الشافعي. يعني الشافعي يقول يقتل إذا أصر على ترك الصلاة بعد الاستتابة لضوابطها، ولكن يقتل حدا وليس ردة. فرق بين المعنيين. نعم. يقول الشيخ حفظ الله: ويلاحظ هنا أن هذه الأحكام هي الترك المجرد عن الجحود والاستكبار. قال شيخ الإسلام: ومردود النزاع وفي من أقر بوجوبها والتزم فعلها ولم يفعلها، وأما من لم يقر بوجوبها فهو كافر باتفاقهم. يعني يقول لك إن شيخ الإسلام فرق بين حاجتين: واحد أقر بها وبوجوبها عليه لكن لم يلتزمها، أقر بوجوب الصلاة مثلا، الزكاة، الصوم، الحج، ماشي، ولكن والتزم، أي قال تلزمني، ماشي، لكن لم يفعلها، لم يفعلها، فهذا يقول يكفر بذلك بعد إقامة الحجة واستوفى شروط انتفاء الموانع. بناء على ذلك فالخلاف في من ترك المباني الأربعة وهي الصلاة والزكاة والصوم والحج متكاسلا، لا جاحدا ولا آبيا، ما عندهش إباء يعني، وذلك بأن يقر بأنه مخطئ وأن الصلاة فرض، فالخلاف فيه سائغ. يبقى الكلام ده كلام مين؟ كلام شيخ الإسلام، بيقول لك انتبه، اللي يعني بيقر بالمباني الأربعة ولكن تكاسل في الأداء ولم يجحد الفرضية ولا أنها تلزمه ولكنه لم يفعل، هذا في الحقيقة لا يكفر. المسألة هذه قال الخلاف فيها سائغ، لا نكارة فيه على المخالف، بخلاف الجاحد الذي يقول صوم رمضان ليس فرضا، وبخلاف الآبي الذي يأبى أن يصوم، الذي يقول لا يلزمني أن أصوم، فالمتكاسل الذي يفطر في رمضان مع قراره بفرضيته بحجة أنه متعب أو جاع مثلا، أو لا يخرج الزكاة بزعم قلة المال أو عنده بعض الشح مثلا وكثرة الحقوق وخوف الفقر، أو رجل لا يحج مع الإقرار بالوجوب بحجة ارتفاع حرارة الجو ومشقة السفر إلى الحج، فهذا تارك لهذه الأركان تكاسلا لا جحودا. وهذا المتكاسل هو الذي وقع فيه الخلاف بين العلماء، فمنهم من يكفره كفرا أكبر، ومنهم من لا يكفره كفرا أكبر بل أصغر، والقول الثاني هو قول الجمهور. يبقى الجمهور عليه بقى بسرعة كده، مين فهم؟ الجمهور هم لا يكفرون تارك المباني الأربعة تكاسلا، كده باختصار أجيب لك من الآخر، الجمهور لا يكفرون تارك المباني الأربعة تكاسلا. لكن يا جماعة مش معنى ده نحن نستهين بيها، لا، ده احنا عندنا زواجر وعندنا أحاديث وعندنا أقوال أهل العلم مثلا في تارك الصلاة أنه أن يسمى كافر، حتى الذين يقولون بالكفر دون كفر أنه كفر أصغر وأنه هو كافر، لكن كفر دون كفر، لكن هو أكبر من القتل والزنا وشرب الخمر. تخيل
تخيل المعنى وفضاعة المعنى، معنى رهيب جدا. يعني ترك الصلاة تكاسلا مع إقراره واعترافه بأنها تلزمه، اسمع، هذا أفظع من القاتل بغير حق والزاني وشرب الخمر والعياذ بالله تعالى. إذا نحن نهون، لكن نقول يعني الإخراج من الإسلام لابد أن يكون فيه حيطة وحذر، وإلا عادت على من أخرجه كما هو معلوم. نعم، كفر أصغر يعني لا ينقل عن الملة ولا يبيح الدم والمال والعرض، لكنه إثم عظيم كبير عظيم جدا وخطر، وممكن يدخله في الأكبر لو تهاون بعد ذلك. يعني كفر دون كفر، كفر أكبر كفر أصغر، كفر الأكبر ناقل عن الملة خلاص، أما الكفر الأصغر زي مثلا كفران العشير، زي كفر النعمة، زي سبب المسلم، كفر ولا مش كفر في الحديث، كفر. لا، ما الكفر الأصغر، ما أقول لك الكفر الأصغر لا ينقل عن الملة، لا يخلط صاحبه في النار، هو تحت المشيئة، أن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، فرق بين الاثنين. واضح كده؟ احنا وقفنا فين؟ كلام، نعم. طيب، منزلة الخلاف في هذه المسألة، احنا قربنا ما نخلص عشان بس ولا تعبتوا كده؟ عايزين نقف على رأس المسألة الثانية اللي هي مسألة مهمة، عايزين نقف على مسألة ترك جنس العمل، صفحتين هنقولهم بسرعة إن شاء الله بس مهمين جدا. يعني يقول: حكم تارك هذه المباني الأربعة تكاسلا دون غيرها من مسائل الاجتهاد عند أهل السنة ومن مسائل الخلاف السائر، فليس هناك خلاف أنه لو أبقى عبد حرب مملوك من سيده أنه ليس بكافر، مع أنه يسلم قال: أيما عبد أبقى من مواليه فقد كفر. هو ده الكفر الأصغر اللي عليه، ماشي، العبد هرب من سيده كفر كفر أصغر، لكن لا يخرج ذلك من منه، لكن هذا بإجماع أهل السنة محمول على أنه كفر دون كفر. والمرأة التي لا تطيع زوجها ليس هناك خلاف في أنها غير كافرة، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم سمى عدم طاعة الزوج كفرا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للنساء: يا معشر النساء تصدقنا وأكثرنا الاستغفار، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقالت امرأة منهن زلزلة: وما لنا يا رسول الله أكثر أهل النار؟ ليه؟ قال: تكثرن اللعنة وتكفرن العشير. وليس هناك خلاف في أنه كفر دون كفر. وكذا من ترك بر والديه، فمن كفر العبد الآبق من مولاه فهو ضال مبتدع، ومن كفر المرأة التي تعصي زوجها فهو ضال مبتدع، ومن كفر آكل الربا من غير استحلال فهو ضال مبتدع، ويكون أسوأ من آكل الربا نفسه. بخلاف الصلاة والزكاة والصيام والحج، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة: إن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فهناك تفسيران: كفر أكبر وكفر كفر أصغر، وكلاهما محتمل عند أهل السنة، لا يخرج الإنسان بترجيح أحدهما إلى الابتداع. فهذه مسألة اجتهادية، يعني لازم تنتبهوا أن المسألة اجتهادية. يعني لو أنا اليوم قلت أنني لا أكفر تارك المباني الأربعة تكاسلا، ولكنني أحذره مرتكب كبير أكبر من القتل والزنا وشرب الخمر وفيه من الوعيد، وتحت المشيئة إن شاء عذبه إن شاء عفى عنه، لا يبدعني أحد يقول: لا لا لا، ترك الصلاة كافر والأدلة كذا وكذا. هي مسألة خلافية، منهم من كفر وذكر أدلته، ومنهم من قال كفر دون كفر وذكر الأدلة، وهؤلاء وهؤلاء لم ينكر بعضهم على بعض، يعني كله في دائرة أهل السنة والجماعة. إذن يبقى الاحترام ويبقى الأدب، ونرجع إلى الكتاب السابق: ضوابط إيش؟ الضوابط الفقهية في التعامل مع المخالف في المسألة الاجتهادية كهذه المسألة. نعم. يقول: إيش ومنقول عن كثير من الصحابة والتابعين تكفير تارك الصلاة، فهذه مسألة لا يبدع فيها المخالف ولا يفسق، وليست كمسألة تكفير مرتكب الكبيرة والذي يسرق ويزني ولو أصر على ذلك. فمن كفر فتنا أن نشير إلى، فيقول مثلا: فالإمام أحمد وإسحاق بن راهويه وعبد الله بن المبارك وغيرهم يكفرونه كفرا أكبر. هذا يعني في أصحاب الرأي الأول. يعني
يقول: فمن كفر مرتكب الكبيرة كالزاني والسارق أو حكم بخلوده في النار كما حكم الخوارج والمعتزلة فهو مبتدع في الخوارج يقولون أن مرتكب الكبيرة كافر مخلد في النار، والمعتزلة يقولون أن مرتكب الكبيرة فاسق مخلد في النار، فمن قال ذلك فهو مبتدع. وأما تكفير تارك الصلاة وهي أشهر المسائل المختلف فيها في المباني الأربعة، فمن كفر تارك الصلاة كفرا أكبر فهو مجتهد مأجور على أي حال، وكذا من لم يكفره كفرا ينقل عن الملة فهو مجتهد، وهذه المسألة مما يسوغ فيه الخلاف عند أهل السنة، وإن كان جمهور فقهائهم يقولون عنه كفر دون كفر. يبقى إذن الشيخ هنا جزاه الله خير عمل إيه؟ أثبت المسألة وأشار إلى الفريق الذي يكفر كفر أكبر والفريق الذي يقول كفر دون كفر، وأن لا يعني تبديع لأحد الفريقين للآخر لأنها مسألة اجتهادية. لكن هو يرجح، يقول أنا أرجح ماذا؟ القول الراجح وأدلته، يقول الراجح في هذه المسألة هو قول الجمهور أو قول جمهور أهل السنة أنه لا يكفر لما رواه أبو سعيد الخدري. انظر إلى الشيخ يرجح القول الأول قول الجمهور بأدلة صحيحة، أولها الجمهور وتكلم فيها الجمهور بكلام واضح وجلي يقوي مذهبهم، وكما سنقرأ أيضا في المذهب الثاني كيف يستشهدون. يقول عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه قال: فيقول الله عز وجل: شفعت الملائكة، اللهم اجعلنا من أهل شفاعتك يا رب العالمين، وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين، فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط. عملوش إيش؟ ها؟ خيرا قط. الحديث، وفي آخره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هؤلاء عتقاء الله الذين أدخلهم الله الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه. وهو من أصرح الأدلة على ذلك، يعني أصحاب القول الأول ولا جماعة الحديث ده واضح جدا، من غير عمل عملوه ولا خير قدموه، ما عملوش حاجة خالص غير أن عندهم أصل التوحيد، أخرجهم المولى تبارك وتعالى بفضله سبحانه وتعالى بعد انتهت شفاعة الشافعين. يقول: ولا يصح حمله على من يكون في آخر الزمان ممن لم يبلغهم فرض الصلاة وغيرها، فإن هؤلاء إذ لم يبلغهم وجوب هذه الأشياء لا يستحقون عذابا. يعني أصل بعض بيقول لك لا، ده الحديث ده في آخر الزمان لم يكن اندثر العلم وضاع العلماء والناس يعني ولدوا في أوساط يعني مليئة بالجهل وعدم المعرفة بالدين ولم يعرفوا شيئا ولذلك لم يعملوا خيرا قط، هم دون المقصودين. لا، ده هذا كلام غريب. لو هم دول انت بتقولهم كيف يعذبون ولم يبلغهم شيء ولم تكن لهم فرصة سانحة ليتعلموا ورفضوها أصلا؟ هذا الكلام في من يعني كانت لديهم ولم يفعلوا ما هؤلاء، كما سيقول الشيخ: اسمع، إذ من شروط التكليف العلم أو التمكن منه، وهؤلاء عاجزون لاندثار الشرائع كلها، والأحاديث الواردة إنما هي في خروج عصاة الموحدين من النار. يعني السلف ساقوا هذه الأحاديث في عصاة الموحدين، إيش مصيرهم يعني؟ يقول: وكذلك لا يصح تقييدها بالأحاديث الواردة في وجوب الأعمال وكفر تارك الصلاة، لأن مقتضى ذلك التقييد أن يكون من يحافظ على الصلوات الخمس في موقيتها لم يعمل خيرا قط. إيه رأيك في اللفتة دي؟ يعني هو بيقول لم يعمل خيرا قط، وأنت تقول لا لا لا، أصل الحديث دي مش في دول. طيب وزي واللي عمل اللي صلى وحافظ على الصلاة في أوقاتها يسمى لم يعمل خيرا قط؟ ها؟ ده الخير كله جزاك الله خير، هي كلمة بالفطرة طلعت من واحد ما شاء الله. بيصلي صلاة خمس في وقتها نقدر نقول عليه لم يعمل خيرا قط؟ مش ممكن أبدا، هذا كلام لا ينطبق عليه أصلا. يقول: وأي خير أكثر من الصلاة؟ وأحاديث التكفير يصح حملها على كفر دون كفر، يعني للرد على التعارض يبقى الحديث اللي وردت في الكفر نقول دي يقصد بها كفر دون كفر كما في المعاني التي أشار إليها. قال: وأؤيد ذلك قول أبي بكر رضي الله عنه: والله لو قتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. سيدنا أبو بكر قال كده لما امتنع البعض عن أداء الزكاة،
فهو دليل واضح على عدم الفرق بينهما عند الصحابة، وهي قرينتها في القرآن. سؤال كده ممكن يبقى عليه جايزة سريع، دليل على الاستقراء الجيد، كم مرة قرن بين الصلاة والزكاة في القرآن؟ 82 مرة. هو في قول ثاني ولا ايه الحكايه؟ والقران مش معانا موجود؟ واحد قال 80، واحد قال 82، واحد قال 83. هي الاشهر 82 فعلا. جزاكم الله خير. طيب نكمل المعنى، وهي قرينتها في القران مع قد مع ما قد ورد في مانع الزكاه انه يعذب يوم القيامه لقوله صلى الله عليه وسلم. شوف الاستشهاد هنا رائع جدا، يعني اتفقنا ان في رباط بين الصلاه والزكاه ولا ما فيش؟ والصديق قال ايش؟ لو قتلنا من فرق بينها، يعني حكم دي زي دي صح، وهيقاتل من فرق بينهما. طب تعالى نشوفوا تارك الصلاه تارك الزكاه في الاخر مصيره ايه، عشان نستشهد ان تارك الصلاه تكاسلا لا يخلد في النار بهذا النص الذي يتحدث عن الزكاه لانها اخت الصلاه. اسمع، يقول في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الطويل عن منع الزكاة: ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، ولو كان كافرا لما كان فيه احتمال إما إلى الجنة وإما إلى النار، والله تعالى أعلم. هذا الحديث كان يعني حديث طويل، ويوجد أكثر من رواية. الشيخ نقل رواية من هذه الروايات، وفيها وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الباخل بالزكاة: ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا أحمي عليه في نار جهنم والعياذ بالله تعالى، فيجعل صفائح فيكوى بها جنباه وجبينه حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقدره 50,000 سنة. اسمع، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. لو كان هو كافر بتركه للزكاة يروح الجنة؟ يروح احتمال يروح الجنة؟ يمكن يعني يجي غلطة مثلا؟ ده كلام غير منطقي بالمره. اذا كان هذا اولا هذا حديث صحيح كما عند الامام مسلم وغيره. اذا على كلام الصديق لا نفرق بين الصلاه والزكاه. يقول: هذا نص واضح جدا في ان الذي لا يؤدي الزكاه يعذب 50,000 سنة، ثم يمكن ان يدخل الجنه بعد ذلك. والدليل على ان المفطر في رمضان ليس كافرا إيش؟ أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر من جمع في نهار رمضان عمدا، أمر بإيه؟ بالاثنين، بالقضاء والكفار، مش كده؟ طيب لو كافر يقول له قضاء وكفارة ولا يقول له إيه؟ يقول له روح اغتسل وتعالى خش في الإسلام من جديد وبعدين نحكي في الموضوع، صح؟ ولا إيه رأيكم؟ ده دليل أنه ليس كافرا، وهذا يعني الصيام من المباني الأربعة كما هو معلوم. طيب، والدليل عن ان المفطر في رمضان ليس كافرا ان النبي صلى الله عليه وسلم امر من جامع في نهار رمضان عمدا بالقضاء والكفاره، وهذا دليل على انه عامله معامله المسلم. فلذلك نقول ان ترك هذه المباني الاربعه على الراجح ليس كفرا ناقلا عن المله، ولكن نسميه كفرا دون كفر، لان الرسول صلى الله عليه وسلم سمى ترك الصلاه كفرا. هذا اذا مات تارك الصلاه على التوحيد، والا فما اقرب الفتن اليه بسبب هذا الترك يعني، وما أسهل تسلط الشياطين عليه، خاصة عند الموت، وأبواب الكفر مفتوحة عليه، وسوء الخاتمة أقرب إليه، نعوذ بالله من ذلك من الخذلان. يعني دقيقة نختم المسألة هذه: هل هناك أعمال ظاهرة يكفر المرء بتركها غير المباني الأربعة؟ يجيب الحافظ ابن رجب الحنبلي طبعا عن هذا السؤال فيقول: فأما بقية خصال الإسلام والإيمان أي غير المباني الأربعة فلا يخرج العبد بتركها من الإسلام عند أهل السنة والجماعة، وإنما خالف في ذلك الخوارج ونحوهم أي المعتزلة من أهل البدع، فسائر خصال الإسلام الزائدة على أركانه الخمسة ودعائمه إذا زال منها شيء نقص البنيان ولم ينهدم أصل البنيان بذلك النقص. يعني أي عمل غير المباني الأربعة لا يخرج من الملة إلا إذا استحله. ماشي يا إخواني؟ انتبهوا. يعني مثلا لو أن إنسانا خالف الأمر بترك الزنا وزنا،
لو هذا أمر من الله عز وجل، أمر أن يترك الزنا فزنى، هل يكفر بارتكابه للزنا؟ لا يكفر إلا إذا استحل. تقول لا، الزنا مش حرام وأنتم لا تفهمون القرآن والسنة، تقوم عليه الحجة ثم يكفر بذلك. نكتفي بهذا القدر ونبدأ في اللقاء القادم في مسألة مهمة جدا، يعني غاص فيها الجميع في فترة الماضية، مسألة تارك جنس العمل. سنحاول أن يعني نبسطها قدر الجهد والطاقة.